أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حمدان أن مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى تسير وفق استراتيجية متكاملة للتنمية بمختلف أبعادها، وتتبنى رؤية وطنية واعدة تسعى من خلالها إلى الاستفادة من كافة الإمكانات والموارد المتاحة لتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع العمل من خلال توفير العمل اللائق وتنمية الموارد البشرية وتطوير قدراتها. جاء ذلك خلال كلمتي وفد مملكة البحرين التي ألقاها حمدان أمام الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي والمنعقد في القاهرة. وأشار سعادة الوزير إلى الخطوات العديدة التي اتخذتها مملكة البحرين نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال اهتمام الحكومة الموقرة باستقطاب أنواع مختلفة من الاستثمارات وخلق مناخ اقتصادي ملائم لإنشاء الشركات الحديثة وفتح باب الاستثمار في مجالات حيوية جديدة بهدف خلق فرص عمل نوعية ولائقة. لفت حمدان إلى أن البحرين نفذت العديد من الآليات الرامية إلى ربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، ووضعت سياسات اقتصادية تسهم في خلق بيئة اقتصادية تعزز من ريادة الأعمال وتدفع بالطاقات الشبابية إلى العمل الحر والابتكار في تقديم خدمات نوعية متطورة.